للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فيصل أحمد صالح، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة. نرحب بك في نشرة الأخبار. ما هو الهدف من إضافة هذه الأنشطة إلى سجلي، وما هي طبعا الضوابط التي سوف تحكم عملية مزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل افتراضي؟ السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. القرار رقم 51 لسنة 2024 الصادر من سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخرو وزير الصناعة والتجارة شأن مزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل افتراضي جاء ليؤكد حرص الوزارة بكافة منتسبيها على مواصلة تطوير الإجراءات والقرارات التنظيمية لكافة الخدمات المقدمة من الوزارة بشكل عام والتجارة بشكل خاص. القرار الجديد دمج جميع القرارات السابقة ذات العلاقة بمزاولة بعض الأنشطة من خلال محل تجاري افتراضي ضمن قرار واحد لتسهيل المرجعية على المستثمرين ورواد الأعمال وزيادة الشريحة المستفيدة من إصدار محل تجاري افتراضي، وذاك من خلال السماح للبحريني اللي يملك مؤسسة فردية أو شركة أو من يكون عضو في مجلس إدارة من إصدار هذا النوع من السجلات، طبعا مع سريان الإجراءات المتبعة للمؤسسات والشركات من إصدار هذا النوع من السجلات. القرار تضمن إضافة 30 نشاط إضافي للأنشطة 41 السابقة بهدف تعزيز دور رواد الأعمال البحرينيين وتشجيعهم على العمل التجاري بصورة قانونية وبحرية أكثر دون الحاجة إلى وجود مقر للسجل التجاري. بخصوص الضوابط، يشترط في من يطلب الترخيص مزاولة النشاط التجلي أن يكون طبعا بحريني وأن يلتزم بمزاولة النشاط من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية وتوفير عنوان دائم للمراسلة. طبعا بالإضافة إلى الضوابط السابقة المطبقة على الشيف وبيع عن طريق الإنترنت. نعم، إذن سيد فيصل، إلى أي مدى سوف يساهم هذا القرار في تنشيط الاقتصاد الوطني؟ في الحقيقة زيادة الشريحة القادرة على إصدار سجلي وزيادة عدد الأنشطة المسموح بمزاولتها راح يعود بالمنفعة على رواد الأعمال البحرينيين ويعزز دورهم ومساهمتهم في تنمية مشاريعهم التجارية، بالإضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي مما سيساهم في تسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي وتوفير المزيد من الفرص الواعدة التي ستساهم بلا شك رفع الناتج المحلي وما سيصب في مصلحة اقتصادنا الوطني. نعم، إذا السيد فيصل أحمد صالح، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.